السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد التشكيلة ديال الحلويات ديال جواز أتاي ديال العيد. غادي نحضروها كاملة من عجينة واحدة، كل حلوة عندها مذاق مميز، مذاق مختلف على الأخرى، وكتجي بنينة وشيشة بزاف، كتخرج لنا كمية كبيرة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا نبداو على بركه الله بتحضير ديال العجين، هنا غادي نحتاج واحد البواطه ديال الزبده النباتيه، وغادي نضيف عليها هنا 125 غرام ديال الزبده الحيوانيه. هنا ممكن ديروها كامله بالبواطه، بالزبده ديال البواطه، ولكن كنزيدو الزبده الحيوانيه باش كتعطينا واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت يعني كتكون حلوه اقتصاديه اكثر. غادي نزيد واحد جوج كيسان ديال السكر كلاصي او سكر ناعم. انا عندي هنا يعني دخلوا البرد ففيه شويه ديال الحبيبات، ولكن ماشي مشكل، غادي نحاول نخدم حتى غادي يذوبوا. دخل السكر مع الزيت مزيان، او عفوا مع الزبده مزيان، وغادي نزيد الزيت. عندي كاس زائد كاس، نص كاس نتاع الزيت، يعني عندنا كاس ونص ديال الزيت. كنرجعوا نخلطوا مزيان حتى كينسجموا لنا كذلك هاد المكونات، وعاد كنزيدوا البيض، عندنا ثلاثة ديال الحبات ديال البيض. فهادي العجينة المعتمدة عندي فاش كنبغي ندير هكا دوزاتي مشكل، كتخرج كمية زوينة، وكتجي في نفس الوقت شيشة الحلوة وبنينة، وممكن تشكلوا منها الأشكال اللي عجبوكم. فهنا كيف ما كتشوفوا غادي نخلط مزيان وصافي. غادي نبداو في الاضافه ديال المكونات الجافه. عندنا واحد الكاس ديال النشا، وعندنا الدقيق باش غادي نجمعو دقيق خاص بالحلويات. غادي نحتاجو كيلوغرام ديال الدقيق، تقدروا ما تستعملوهاش كامله على حساب الزبده وعلى حساب كذلك الحجم ديال البيض. انا بالضبط كيلو كامله اللي غادي تهز ليا هاد العجين. فغادي نزيد الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع في العجينه، وغادي تشوفوا معايا كيفاش خصها تكون. فما غاديش نجمعوا العجينه ديالنا من الاول بالقياس الكافي ديال الدقيق، خصها تكون رطبه قبل ما نقسموها. هنا غادي نجمع العجينه بلا ما نزيد الخماره ديال الحلوه حتى من بعد، فكنبقى بحال هكا مستمره حتى كنجمعها. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتلاحظوا، راها طريه بزاف، ويعني ما مازال محتاجه الدقيق. فهاد المرحله هذه كنبداو كنقسموا في العجينه ديالنا، لأننا من بعد غادي نضيفوا دوك الاضافات. الا جمعناها متماسكه من الاول غادي تجينا ناشفه، فانا كنحاول انني نعلم فين غادي نقسم. فغادي ندير خمسه ديال الاشكال، غادي نقص واحد العجينه باش غادي ندير بها السابلي، وما نزيدش الخميره، يعني الصابلي غادي نزيد فيها واحد شويه ديال الخميره باش ما كيتنفخش مزيان بزاف. ومن بعد كنزيد الخماره، خماره ونص، وكنخلطها حتى كتنسجم مع العجين، وصافي. هذا هو القوام ديالها. من بعد ما تطلع الخميره كنقسمها على أربعة، وعاد ديك الساعه يمكن ليا نزيد الاضافات. فاول وحده غادي تكون غير بالفاني، يعني غادي نخليها غير عاديه، كنزيد لها الدقيق حتى كتجمع، ودائما يعني ما نجمعوهاش عاوتاني قاسها، يعني كتكون طريه صافي، كنخليها على جنب. وبالنسبه للحلوه الثانيه غادي نزيد لها هنا التمر مقطع، وغادي نزيد لها واحد 4 ديال المعالق كبار ديال الكاوكاو مهرمش، وغادي نزيد لها كذلك شويه ديال القرفه، وغادي نخدمها حتى كتنسجموا المكونات. دائما اذا احتاجيتو او بانت لكم العجينه خفيفه بزاف، يمكن لكم تزيدوا واحد شويه ديال الدقيق، وردوا البال راها من بعد كتجلس كترتاح، كتزيد كتشرب. بالنسبة للحلوة الأخرى غادي نزيد لها هنا الكاكاو. رابع حلوة غادي نزيد لها القشرة ديال الحامض والدقيق اللي غادي نجمعها به. وبالنسبه للحلوه ديال الصابلي غادي نزيدو لها واحد شويه ديال الخميره وشويه ديال النشا باش غادي نجمعوها. وباش غادي نسمها، غادي نسمها بالكوك كراميليزي. انا خديت الوصفه من عند صديقه ديالي حنان، كوزين حنان، غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف. انا خديتها من الانستغرام، هي وضعت الوصفه في الانستغرام. هي وصفه ديال كوك اللي كيكون
كراميليزي وكيكون فيه واحد المذاق زوين بزاف، راه كيتباع وما كتلقاوش دائما. فهنا طحنته مزيان، غادي ناخذ منه تقريبا نقول واحد هكا 3 ولا 4 ديال المعالق كبار. كنطحنو مزيان وكنستعملو، ممكن تستعملو غير الكوك محمر هكا في المقله ومطحون واستعملوه، يعني نسمو به العجينه ديالكم ديال الصابلي كيجي زوين. صافي زدت واحد شويه ديال الخماره كيف ما قلت، غير واحد القبيصه زدت داك الكوك، وغادي نزيد كذلك شويه ديال النشا باش غادي نجمع العجينه وصافي. يعني كتكون العجينه ديالي ديال الصابلي واجده، حتى هي ما كتجمعوهاش قاصحه باش يجيكم واحد الصابلي زوين. كنبداو مباشره في التشكيل ديال الحلوه ديالنا، فغادي نبدا بهذيك الحلوه ديال الفاني. غادي نشكلها هكا صبيعات صغيورين كيف ما كتشوفوا، هي مازال غادي تزيد تنفخ في الفران بطبيعه الحال. كندير صبيعات وكنحاول انني نبسطهم واحد شويه بالاصابع ديالي، لانني من بعد غادي نلصق كل جوج مع بعضياتهم. صافي ملي كنسالي كنخلط على الفران حتى كيطيبوا، ما نخليهمش يتحمروا بزاف. بالنسبه للحلوه ديال الكاكاو غادي نستعملوا هنا الطحانه ديال الطماطم. الى عقلتو يعني بالنسبه للمتابعين القدام، فهي واحد الحلوه عندي موجوده في القناه كدرتها شحال هذه، فغادي نديرها هنايا بالعجينه ديال الكاكاو. بالنسبه اللي ما عندهمش هاد الطحانه ديال الطماطم، تقدروا تستعملوا الحكاكه ديال الخضر، غير دخلوا العجينه ديالكم حتى كتجمد باش تسهل عليكم انكم تحكوها. فهنا كنستعمل شي اناء تحت من هاد الطحانه وصافي، كنبدا كندوز بحال هكا. ما ديرش العجينه كامله باش ما تعجلش لكم، يعني كندوزوا واحد الكميه وكنبقاو حتى كنساليوها حتى كنشكلوا الحلوه، وعاد كنزيدوا كميه اخرى، فكيخرجوا لنا هكا بحال شعيرات اللي هما رقاق. غادي ناخذهم نحاولوا ناخذهم غير بشويه باش ما يتعجنوش، وكنقادوهم هكا على شكل دوائر، ولا ممكن ايضا نديروا صبيعات. صافي وكنكمل حتى كنشكل حلوه كامله وكندخلها للفران طيب. غادي نكمل هنا مع الحلوه ديال التمر والكاوكاو والقرفه. غادي نستعمل شي بلاستيك تحت من العجينه ونحاول انني نطلقها، نستعمل واحد شويه ديال الدقيق اللي احتاجيت، وغادي نطلق العجينه ديالتي واحد السمك اللي ما يكونش عاوتاني رقيق بحال ديال الصابلي، يعني كتكون شويه غليظه. كنستعمل شي قطاعه ولا غير شي حاجه تكون عندي دائريه، وكنقطع بها الحلوه ديالي هكا على شكل دوائر. غادي نستفهم من بعد في اللاطه ديال الفران، من بعد كنجمع العجينه وكنعاود نكرر العمليه حتى كنسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي. كناخذ من بعد واحد صفر ديال البيضه، نزيد عليه شويه ديال الحليب ونحاول ندهن الحلوه بحال هذا الشكل. غير كتزين هنا، ماشي ضروري انكم تدهنوها بالبيض، باش كتعطيني داك اللمعان او داك اللون المحمر، يجينا شويه مختلف على الحلويات الاخرى. وغادي نزين هكا بفرشيطه، ومن بعد غادي ندير لها شويه ديال الجنجلان من الفوق وندخلها الفران طيب. دائما النار ديال الحلويات كاملين كتكون واحد النار اللي كتكون مهيله، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم، وحنا كنقابلوهم يعني كنشوفوهم مره حتى كيطيبوا وكياخذوا لنا اللون اللي بغيناه. دوزو دابا الحلوه ديال الحامض واللوز. فكنشكل العجينه ديالي كامله على شكل كويرات في هذا القياس هذا، ومن بعد كناخذ ابيض بيضه اللي تبقى ليا على الصفر ديال البيض اللي زينت به الحلوه ديال التمر. غادي نطربو واحد شويه، ومن بعد كنبدا كنغطس فيه الحلوه بحال هكا، وكندوزو في اللوز كونكاسي. كنضغط واحد شويه باش كيهز ليا كميه مزيانه ديال اللوز، وكنحط الحلوه في اللاطه. كنحاول الحلوه اللي يعني زينتها او فنتها في اللوز نثقبها في الوسط قبل ما نساليه، باش ما تنشفليش الحلوه في اللاطه، وملي كنجي كنثقبها كتبقى كتشقق ليا من الجناب. فالحلوه اللي ساليت هكا كنضغط عليها في الوسط. استعملت انا هاد القطع ديال الشباكيه، ولا استعمل غلاقه ولا اي حاجه باش كديروا ديك الحفره في الوسط باش غادي نعمروها من بعد.
اخيرا نمشيو عند الصابلي اللي درناه بالكوك. كنطلقوا العجينه ديالنا دائما ما بين جوج قطع ديال البلاستيك، وغادي نستعملوا القطعات اللي بغينا. غادي نستعمل انا هذه القطعه ديال العين اللي كتكون هكا مزوقه من الجناب، ومن الاحسن تدخلوا العجينه ديالكم واحد شويه المجمد بحال هكا حتى كتبرد، عاد حيدوا الصابلي باش يجيكم اسهل تحيدوا القطع ديال الصابلي. انا دائما ما عنديش الوقت مع التصوير، خصني نزرب، فغادي نحيدهم مباشره وصافي. كنستفوا في لاطا، انا ما درتش الورق باش كيطيبوا ليا مقادين ومسرحين. صافي، هذا هو الشكل ديال الحلويات من بعد ما طابوا. غادي نخليهم حتى كيبردوا باش نبداو نزينوا فيهم. بالنسبه ديال الحلوه ديال التمر ما غادي نزينوه والو، يعني راه صافي واجده، والصابلي مازال كنت مازال يعني وضعه في الفران. هنا بالنسبه للحلوه ديال الكوك غادي نزيد عليها هنايا شويه ديال الكونفيتور اللي يكون خاص بالحلوه، لان ما كيعجبنيش داك اللي كيكون خاص بالحلوه، فكناخذ الكونفيتور ديال الماكله وكنصفيه وكنستعملو. هنا كنزيد واحد شويه ديال الكونفيتور على هذه الحلوه، وكنحاول انا نخلط غير بشويه. ما عرفتش عند من شفت هذه الطريقه، هذه اسهل من انكم تبداو تغطسوا كل حبه بحبه. فصراحه ما عقلتش فين شفتها، ولكن طريقه عمليه وزوينه. غير حاولوا انكم فاش تبقاو تخلطوا يعني ما تهرش ليكم الحلوه غير بشويه. فانا ترسو لي واحد ربع ديال الحبات صافي. وكنبداو كنفندو الحلوه ديالنا في الكوك، غادي نلصق كل جوج مع بعضياتهم، وكنبدا نفند الحلوه في الكوك او جوز الهند، وكتكون يعني كواجده. بالنسبه لديك الحلوه ديال الكاكاو اللي دوزناها في هاد الطحانه ديال الطماطم، غادي ناخذ شويه ديال نسلي كراميل وغادي نلاصق كل جوج مع بعضياتهم. تقدروا ديروا الشكلاط الا بغيتوا، ولا شكلاط ابيض ولا كحل. نسلي كراميل كيجي زوين بزاف المذاق مع المذاق ديال الكاكاو. كندير كميه وكنلاصق كل جوج مع بعضياتهم، ومن بعد كنزين بشويه ديال الشكلاط ابيض ولا كحل من الفوق. بالنسبه للحلوه ديال الحامض، غادي ناخذ شويه ديال الشوكولات، غادي نزيد عليه شويه ديال الملون غذائي اصفر، وشويه ديال الناباج، جوج معالق كبار تقريبا ديال الناباج ولا ثلاثه. وغادي نحرك كل شيء مزيان. الى حسيتوا ان الخليط ديالكم جمد رجعوه يعني الميكرووند يدوب، ولا رجعوه فوق من حمام مائي حتى كيدوب. هنا غير كنخلطوا بخلاط يدوي، وغادي ترجع عندنا الشوكولات بحال هذا الشكل، يعني كيرجع ليس او كيرجع ناعم، ما كيبقاش فيه دوك التكتلات. يعني غير خلطوا مزيان وغادي تحصلوا على الخليط ديالكم بحال داك الشكل. باش غادي نعمروا الحلوه ديالنا ديال الحامض، ممكن تضيفوا النكهه ديال الحامض الا بغيتوا، انا ما بغيتش نزيدها، فدرت غير شويه ديال الملون. ويعني الحلوه راه منكهه بما يكفي بالنكهه ديال الحامض القشره اللي درنا فيها. كنعمر دوك الثقوب وغادي نزين من الفوق بخطوط ديال الشوكولاط ابيض، وصافي كتكون الحلوه ديالي واجده. كتبقى لينا اخر حلوه اللي هي ديال الصابلي من بعد ما كيطيب. لاحظوا اللون ديالو كيفاش كيجي زوين من داك الكوك اللي زدنا فيه، وكيجي محمر وبنين بزاف. غادي ندهنوا الوجه ديال الحبات اللي كيكونوا مفتوحين بشويه ديال الناباج، وندوزوهم في نفس الكوك اللي استعملت في العجين، وغادي نديرهم كذلك على جنب حتى كنسالي. وكنبدا كنلصق كل جوج مع بعضياتهم بالمربى اللي درتو معاكم شحال من مره، مربى اللي كيبقى يعني عاقد ما كيسيحش. غادي نخلي لكم الرابط ديال الصابلي اللي وضعتو الطريقه ديالو في صندوق الوصف. صافي كنبقى بحال هكا حتى كنسالي، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيفاش كيجي. وصلنا لنهاية ديال الفيديو. الحلوه ديالنا واجده، كل حلوه عندها مذاق مميز، اللي ذاقهم ما غاديش يعرف انهم مصايبين من عجينه وحده. وفعلا ساهلين، يعني تحضروها هكا يعني كل شيء في دقه وصافي، يعني ما تحتاجوش انكم تزيدوا حلوه اخرى، راه كتجي او كتعطي كميه كبيره وبنينه بزاف. غادي نقسم لكم باش تشوفوا القوام كيفاش كيجي.
كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى انكم جربوها الى عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ورايكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.